حضرتك فندم بالسادة المشاهدين. سيادة اللواء النهاردة حفل التخرج بيعيدك لذكريات عبرت. فاكر حفل التخرج بتاع سيادتك؟ اه طبعا. وقول لنا الاختلاف ايه والبهاء والعظمة والفخار كيف تكون في حفلات التخرج؟ طبعا هو حفلة التخرج ده يوم ما بتنسيش في حياة أي مقاتل، سواء ضابط أو صف ضابط يمكن أو جندي حتى بتخرج أو بيخلص مركز التدريب. حفلة التخرج الحقيقة يعني يوم عيد للمقاتل وللقوات المسلحة ولكل المصريين. خليني أقول لك إن حفلة التخرج النهاردة هو تجاوز البعد البروتوكولي بتاع التخرج والقسم، وده مهم جدا، وتسليم وتسلم القيادة. حجم العرض كبير وفي رسالة ردع واضحة جدا، لأن يعني أول رسالة من رسائل حفل التخرج النهاردة رسالة الردع. بالضبط، حجم القوات المشاركة كبير ومتنوع، وأيضا في توافق وتزامن دقيق جدا في دخول هذه القوات على خلينا أقول لك بناحية يعني فنية عسكرية ودقة يعني متناهية، إن المكان بتاع العرض مكان ما هوش كبير بالنسبة للطيران وبالنسبة للمظلات، فكون إن الأعداد دي كلها من الطائرات ومركبة دلتا الخاصة بمظلات وتناسقها مع العرض الأرضي بهذه الدقة والأحجام الكبيرة اللي داخلة في منطقة العرض، دي رسالة ردع. ما هوش بص لأي قوات مسلحة بتخرج أبنائها في أي دولة، ردع لكل من تسول ردع لكل من تسول نفسه. صحيح. أو يفكر. بالضبط. وزي ما سيادة الرئيس قال قبل كده، اللي جرب يقرب. بالضبط، يعني هو دي من الواضح تماما أنه تجاوز البعد البروتوكولي اللي بيحصل في أي دولة، إلى رسالة ردع واضحة جدا إن اللي هيستهدف مصر هيدفع ثمن لن يقدر. أيوة، لأن السيد الرئيس في خطابه قال إن أنا كمصر موجود ضمن حزام النار جنوبا. صحيح. شرقا. صحيح. غربا. مصر بالفعل أقرب لواحة داخل حزام النار. صحيح. المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط في أسوأ حالاتها، وعمرها ما كانت كده على مر السنين بهذا الشكل المشتعل اشتعال رهيب، وفي قوة من خارج المنطقة هي راضية عن هذا الكلام. يعني دي رسالة كانت واضحة جدا. الرسالة الثانية يمكن وردت في خطاب السيد الرئيس بصورة قوية واضحة، والتضامن مع القضية الفلسطينية تضامن كبير جدا، وده عبر عن إرادة المصريين، وأيضا شرح بشكل واضح جدا أنه هناك مخطط إحنا مش راضيين عنه ولا هنشارك في تنفيذه، وهو تفريخ غزة من سكانها، وده يبقى ضرب للقضية الفلسطينية في مأ. الحقيقة يعني هذا الحكي البغيض اللي بتلوكه ألسنة زعاف يعني ممسوسة بالإخوانية المسمومة، هذا الحكي البغيض كان في زمن مضى ايام بيتجدد يا فندم باستمرار. هو يعني بيتجدد، انا فاهم، بيتجدد على هذه الألسنة. طبعا هم لا يفهمون معنى جيش مصر على الحدود. على الحدود اسود. لكن هو النقطه دي لازم دايما عايز اشرح. في اجيال، حضرتك بتتكلم على جيل كان في 2011 اللي كان سنه 6 سنين في 2011، اتاخد دلوقتي على 20 سنه. أيوة. فده هو بيبص للمشهد وقد يكون قدامه تساؤلات وبيسمع شائعات، يمكن أكد على كده السيد الرئيس، لكن كن شرح الموضوع ده في من مستوى عالي، شرح واضح جدا، وإن احنا مصر بتبذل مجهود عالي جدا في مسارات متعددة ودوائر إقليمية ودولية علشان نخف عن أشقائنا الفلسطينيين، ودايما بنقول ما هو المخطط واحنا بنعمل ايه. هو الحقيقة كان واضح في حفل التخرج الرسالة اللي هي سيناء أمل جديد، اللوحة دي كانت لها مغزى. صحيح صحيح، يعني لها مغزى شديد. إذن رسالة الردع ورسالة الحدود، أي رسائل أخرى يا فندم كانت في يعني مثلا السيد الرئيس كان بيتكلم النهاردة عن كلام مهم قوي في هذا السياق، عندما تقول لم نخزل الأمة العربية ولن نخزلها أبدا. صحيح صحيح صحيح، إن القوة المصرية سواء قوة تماسك مجتمع قوات مسلحة كل قدرات الدولة الشاملة بإضافة للدول العربية ومش عايز أقول كمان للدول الإفريقية، وده بيفسر حتى التدريبات المشتركة اللي بنعملها مع بعض، يفسر عدد كبير من
الأشقاء والأصدقاء بيدرسوا هنا في الكليات والمعاهد العسكرية، التواصل معهم باستمرار سواء على المستوى السياسي أيضا وعلى المستويات أخرى. دي 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 مصر. وانا شايف ان هو الحقيقه سياده اللواء كمان ايضا الرئيس النهارده بيرسم البروتوكول الاخلاقي للحرب، بيتكلم صحيح. عن اخراج الاطفال والنساء والشيوخ بالضبط. من المحرقه صحيح ايضا هو بالضبط. هو في قسوه شديده جدا في استهداف كل ما يمكن استهدافه، ودي مش اخلاق حرب ولا البشر والحجر. البشر والحجر بالضبط بالضبط كده. لا 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 قوانين قانون دولي بيقول الكلام ده، ولا حتى قانون اخلاقي، ولا حتى بدون قانون يعني مش محتاجه حد يقول ان دول يخشوا في اداره الحرب بهذا الشكل المريع. وانا شايف ان شاء الله باذن الله هذه الجهود هتفرز عن امل ان شاء الله، لكن دايما احنا بنشرح الخبايا السيئه والنوايا السيئه داخل المشهد، علشان برضو ارجع تاني واقول ان في يعني شباب موجود ما يعني معاش الاحداث اللي كانت في 2011 وما حولها من التباسات. نفهمنا بالغالي يا فندم، لكن أيوه. في ناس ما فهمنا يعني بالدم يا فندم بالظبط كده، فهمنا بالدم وبالشهداء بالزبط. على مدار عقد كامل. السيد الرئيس بيتكلم عن عقد كامل، العقد الكامل ده شهد شهداء من الجيش والشرطة والمدنيين وفي سيناء. حق شبابنا ان احنا نفهمه مرة واثنين وثلاثة، احنا دفعنا ثمن بالدم. صحيح صحيح. عشان يعني كده السيد الرئيس بيتكلم عن حافظوا على بلادكم. صحيح، لان احنا الحمد لله دولة متماسكة، حدودها متسيطر عليها بشكل كامل، بنعمل مشروعات تنمية رغم الضائقة والمشاكل. يا سيادة اللواء، مصر بتتألق في قلب الأزمات. مصر دائما وابدا بالضبط. تظهر كمارد عظيم جدا كطود شامخ في عين العاصفه. انا بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه يعني رساله حفل التخرج هي رساله عسكريه بامتياز، رساله اللي يقرب يجرب.